جن. عندنا مثلا تلقى من الزيارات من أحب أن يصافحه 124,000 نبي فليزور الحسين. نعم، تأمل هذا، يعني مواكب النبيين مجيئهم إلى الزيارة، مواكبهم مجيئهم إلى الزيارة يصافحون المؤمنين في زيارتهم على ما تذهب إليه جملة من الروايات. بعض الزيارات من أراد أن يغفر الله له ذنوبه البتة فليزر الحسين مثلا في النصف من رجب، مثلا في شعبان أكو نمط من الروايات والأخبار، في العيدين زيارة الحسين. هل مجموع ها استبد الحسين بالساحة؟ تلاحظ أن السنة تستوعبها زيارات الحسين. شنو السبب هنا؟ نرجع إلى النقطة الثانية التي أردنا الإشارة إليها. النقطة الثانية أن هذا اللون من إصرار أهل البيت على زيارة الحسين ومن إصرار أعدائهم على منع الزيارة، شنو وراءه؟ شنو السبب من وراء هذا؟ احنا نلاحظ إذا رجعنا للتاريخ نلاحظ أن أهل البيت ما يتسامحون في زيارة الحسين أبدا. حنان ابن شدير قلت طبيت على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي الإمام الصادق يا حنان، قلت بلى سيدي. قال لي تزور الحسين في كل يوم؟ قلت لا والله سيدي. قال لي تزوره في كل أسبوع؟ قلت لا. قال لي تزوره في كل شهر؟ قلت لا. قال تزوره في كل سنة؟ قلت نعم، قد يكون ذلك، كل سنة أروح إلى زيارة الحسين. قال لي ما أجفأكم بالحسين؟ وجفاء هذا بالنسبة من عندكم إلى الحسين؟ الحسين يمكم وأنت تخلي سنة تمر عليك يلا تروح إلى سنة يلا تذهب إلى. ومع العلم ترى المعنى هذا وارد أيضا في زيارة البقيع، وارد أن في زيارة البقيع حتى في كتب المذاهب الإسلامية الأخرى أنه يستحب أن يذهب الزائر إلى زيارة البقيع في كل يوم، يعني لأن البقيع بشهداء وبلم هاي الوقوف على قبور الشهداء إلى معنى سيأتينا. ها فالإمام يقول له أنتم ما أجفاكم بالحسين. قال له سيدي زين، أنا إذا ما قدرت أكو ظروف حالة بيني وبين زيارة الحسين والحسين بعيد عني، ماذا أصنع؟ شنو الطريقة للزيارة؟ قال للإمام تصعد إلى أعلى موضع في دارك إلى السطح وتستقبل قبورنا وتزورنا وتومئ بيدك إلى القبور إنه يصل إلينا. توجهك ها؟ توجه وروح إلى القبور وأومئ إلى القبور لأنك إذا أومات يصل إلينا. يعني يقول له حتى إذا كنت أنت بعيد وما تستطيع الوصول لا يكون يفوتك شرف الزيارة وفائدة الزيارة. آخر وهو هشام يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول طبيت على الإمام الصادق قلت له ابن رسول الله أنا كثيرا ما يحال بيني وبين الزيارة، أكو ظروف تمنعني من الوصول هناك، ماذا أصنع؟ شلون؟ قال الإمام تتطهر وتصعد إلى أعلى الصف وتوجه وجهك إلى كربلاء وتزور الحسين. تطيطي الإمام يملي عليه فقرات الزيارة. هل إصرار وتعبير الإمام ما أجفاكم بالحسين تجي إلى الروايات الأخرى؟ زيارته تمنع الحرب تمنع الغرق. تجي إلى أخرى أن إذا طلع أخلف الله على عياله، جملة من الروايات تلاحظ تشدد على زيارة الحسين. هذا بجانب زيارات أهل البيت التشديد عليها بدأ مو من أهل البيت، بدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رسول الله في بيتي دخل علي ليلة من الليالي وهو أشعث أغبر، قلت له فداؤك نفسي يا رسول الله، أنا أشوف عليك أنت أثار الغبار والامتعال الألم. قال لي آنفا رجعت من كربلاء، الآن جئت أنا، ومد يده فأخرج لي تربة، قال لي هذه التربة يدفن بها ولدي الحسين، احتفظي بها.
ألا ومن جاره من بعد مقتله مشرعه فأنا الشفيع له يوم القيامة. قل دفع لي هذا وأشعرني بأهمية الزيارة، وبعد ذلك تقول أنا يوم العاشر اتفقدت هذا رأيتها تنبع دمع. قصدي أن التبشير بما للزائر من فضل ومن شفاعة بدأ من أيام النبي، وبعد ذلك الإمام أمير المؤمنين لما مر في طريقه إلى صفين مر على كربلاء قال ها هنا مصارع فتية وشهداء تشبق أجسادهم أرواحهم إلى الجنة، وبشر بما للزيارة من فضل، وأهل البيت كانوا يسرون على الزيارة بأنفسهم، يجون إلى زيارة الحسين.